إذن كما سبق وذكرت فقرتنا الأولى كالعادة هي فقرة لكل الأمهات، وكما ومعروف مستمعينا الحياة الزوجية تجربة إنسانية قابلة للنجاح أو للفشل، وفي كثير من الأحيان بعد ظهور العديد من المشكلات الجوهرية يكون الطلاق والحل لكلا الطرفين، لكن ذلك لا يعني انتهاء علاقة المرأة بالزواج، إذ يمكنها العودة مرة أخرى إلى مسرح الحياة بالزواج وبدء تجربة أخرى جديدة. فعن هذه التجربة يعني المطلقة المتزوجة للمرأة الثانية سيكون حديثنا اليوم في هذه الفقرة لكل الأمهات، رفقة الأستاذ عبد الحميد لعاء مستشار أسري وتربوي مكون في برامج التنمية الذاتية، والذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة العيون. يا صباح الخير وبداية أسبوع موفقة نتمناها لكم أستاذ لعاء، أهلا بك. صباح الخير أستاذة سعيدة، وصباح الخير لكل المستمعين، وأسبوع مبارك إن شاء الله للجميع. يا رب للجميع، وأكيد موضوعنا اليوم هو عن المطلقة المتزوجة، فكمحاور نبدأ بهذه المحاور المتنوعة في هذا اللقاء عن التعريف والتعرف على هذه الفئة من الأمهات. أستاذ لعاء، في الحقيقة هذا واحد الموضوع شي شوية مثير للاهتمام، مثير للاهتمام لأن فيه الكثير من الجوانب اللي خاص الاستكشاف ديالها والوقوف عليها. النقطة الثانية فيه وهو أنه من المواضيع النادرة الاهتمام في المجال ديال المتخصصين، ما عندناش دراسات كبيرة كتكلم لنا على الأم المطلقة والمتزوجة لمرة أخرى، ما عندناش كثير، ولكن في المجال الاجتماعي هالظاهرة كاينة كثيرة، والاهتمام الاجتماعي احنا كنعرفوا بأنه ماشي ديال التخصص. المعطى الثالث وحنا كنتكلموا على هذا الموضوع هو العدد، ارتفاع الكبير في عدد الحالات ديال الطلاق في المغرب. للأسف نعم. وهذا ماشي مشكلة غير فقط مشكلة بلادنا، ولكن هذا واحد المشكل كيعم واحد المجموعة ديال الدول، نعموا منها الدول العربية، وهذه كتفرض علينا نعاودوا نوقفوا عند هذه المواضيع، وهذا واحد منها. علاقة بالسؤال ديالكم وبالموضوع ديال الحلقة ولا الفقرة اليوم، احنا امام ثلاثة الوضعيات. الوضعية الاولى نحن امام أم مطلقة تتزوج للمرة الثانية، هي أم عندها وليدات، هاد الوليدات يقدر يكون العدد ديالهم كبير 5-6، وهذا الشيء كنعرفوه داخل المجتمع، ويقدر يكون واحد، يقدر يكون فضائية إعاقة، يقدر يكون صغار كبار كيقراو ما كيقراوش إلى آخره. العملية شي شوية معقدة. ثانية في الحالة نعم ثانية اللي كتعقدها وأنها مطلقة، هذا الطلاق إما عنده أسباب ذاتية، بمعنى أن الأم هي اللي كتكون بطريقة تعاملها ولا تصرفاتها ولا شيء أشياء كديرها هي اللي كانت، أو أسباب موضوعية خارج الإرادة ديالها كتكون مرتبطة بالزوج ولا بالعائلة دياله ولا بأسباب أخرى. وغير الطلاق كيخلق لنا واحد الحالة نفسية خاصة عند المطلقين ومنهم الأمهات. الثلاثة هو الزواج، ملي كنقولوا الزواج كنتكلموا على واحد الشخص جديد غادي يدخل الحياة ديال هاد السيدة بعد ما كان واحد وما بقاش، هذا اللي دخل جديد حيت كاينين ولاد، وهنا فين غادي تعقد لنا العمليه، وبالتالي العمليه شويه معقده، وحنا امام واحد الفئه من الامهات الا اجتمعت عليهم هذه الظروف الثلاثه، وجود الولاد في اختلاف فئاتهم، وجود الطلاق، وجود زواج جديد مع شريك جديد اللي مازال ما عرفناش كيفاش غادي يكون في الحياه ديالو، من في الحياه الاسريه بطبيعه الحال كيعقد الحياه ديال الام، كيعقدها بشكل اللي كيجعلها إما تقدر تسقط في أخطاء أو كتقدر تسقط في واحد الوضعيات اللي تسميهم مشكلات ما كتعرفش تحلهم. وهنا فين كيخصنا بطبيعة الحال الأهمية ديال هذا الموضوع إثارته اليوم. دائما إذا نتعرف في هذا اللقاء على المشكلات والأخطاء اللي كتوقع فيها كثير من الأمهات، فأكيد هذه الأم المطلقة والمتزوجة فأكيد لها كذلك مشكلات ولها أخطاء، وهناك أكيد كذلك الكثير من السلبيات التي قد تترتب على هذا الزواج الثاني لهذه الأم المطلقة، خاصة في حال وجود الأطفال الصغار كما ذكرتم أستاذ لعاء. فنتوقف إذا بشكل من التوضيح بالنسبة لهذه الأخطاء وهذه المشكلات اللي ربما تقع فيها هذه الفئة الأمهات، أو ماشي كلهم، يمكن البعض منهم فقط. باش المستمعين يتبعوا معنا شوية، لما كنتكلموا على الخطأ هنا كيكون الشخص اللي هنا كنتكلموا على الأم المطلقة المتزوجة مرة ثانية، هنا كيكون شي حاجة شي أفعال كديرها وهي كدرك بأنها خطأ وكتعطينا أخطاء، وبعض الحين كتكون أخطاء عفوية ما كتعرفهاش
لا ما كتعرفش تدبرها. جوج لما كنتكلموا على المشكلات، المشكلات هي واحد نوع من التحدي، واحد الظرف كطيح فيه الام ما كتعرفش تتصرف، وبالتالي بحكم ما كتعرفش تتصرف شنو كدير، كطحنا في اخطاء وتعقد لنا الحياه ديالها وتعقد حتى الحياه ديال المحيط ديالها، وهنا غادي يكونوا الابناء ويكون الشريك الجديد في الحياه الزوجيه ديالها ولا في حياتها. من ضمن الاخطاء والمشكلات اللي كنلقى، واحد هو عندنا واحد تحدي نفسي وعاطفي للزواج المره الثانيه. شنو هو التحدي العاطفي والنفسي عند الام؟ عندي وليداتي هما الكبيده ديالي، وعندي زوج جديد. هاد الزواج واش غادي يكون في صالح هاد الوليدات؟ واش غادي نضيعهم ما نضيعهمش الى اخر الاشياء؟ هاد الاسئله وهاد الحاله هادي كتعقدها، ما كتخليهاش مرتاحه ما بين الزواج وما بين الظروف ديال الوليدات. جوج، الام كتصبح ايضا في واحد الوضعيه غير عاديه خلال التصرف تدبير الخلافات الزوجيه وتدبير ووجود ابناء. دابا ملي كيوقع لها شي مشكله مع الزوج، كتقول واش غادي مثلا نرفع الصوت ديالي، واش حتى نزيد الصراخ، واش نزيد مشكل، واش نفضي هذا الزواج جديد، عندي الوليدات ديالي، كي غادي ندير اذا طلقت؟ ربما اذا كان الظرف المادي ديالها غير مناسب للوضعيه المادية الاقتصاديه ديالها هشه، دونك هنا كيكون واحد المشكله كبيره كتعيشها الام. كاين ايضا بعض الاحيان الامهات هو كيطيحوا في مشكله ديال التوفيق ما بين المسؤوليه ديال الامومه. دابا في الحياه الزواج العادي كتلقى الام والاب هو الزوج، الاب وليداتها هو الزوج. فهذه الحاله لا، هي كتلعب دور الام مع ولادها الزوج الاول، وكتلعب الدور ديال الزوجه مع واحد الزوج ثاني. هاد الجوج الوضعيات كيعقدوا ليها حياتها، كيفاش تصرف، شنو غادي دير، وبالتالي كيجعلها تقدر تطيح لنا في واحد المجموعه ديال الاخطاء. مثلا اما كتناصر الزوج اما كتمشي لاتجاه الوليدات، وهنا من الاخطاء هو الاعتداء والحرمان والعنف على الوليدات ارضاء للزوج. حيت طبيعه الازواج حنا ما عندناش واحد موديل واحد غادي نخدموا به، هما طبيعه مختلفه ومتعدده. بعض الاحيان كيلقينا امهات كيتخلاو على وليداتهم لما كتزوج، كتقول غادي ندخل في زواج جديد الى اخره، ولكن ملي كتدخل الحياة الزوجيه بحال لقيتها كتتخلى على وليداتها. اذا هذه المشاكل هذه وحاجات اخرى ايضا هو عدم القدره على التوفيق ما بين هذه المشكله، ما بين اش بغى الزوج اش بغى الوليدات ديالها، ونزيدوا الى كانوا عندها وليدات من الزوج الجديد. مثلا عندها جوج مع القديم، جاتنا الزوج جديد، جاتنا واحد الوليد، هاد الوليد يمكن مفشش مدلل، شنو غادي يوقع لنا؟ الاصطدام ما بين الوليدات ومع الزوج، القدره ديال التوفيق باش تخرج السيده منها ولا الام ناجحه كطرح واحد شويه ديال الصعوبه كبيره عليها، وهنا فين كتعقد لنا العمليه، وهنا خصنا بطبيعه الحال اثاره هذا الموضوع باش نفكروا معها شنو خصنا ندير. أكيد أكيد نحن في حاجة إلى توجيهات وقواعد الأخصائيين لنجاح هذا الزواج الثاني، سواء بالنسبة لهذه الأم المطلقة لها نفسيا أو كذلك للزوج والأبناء. فما هي التوجيهات ديالكم أستاذ أدلعه؟ جوابا على السؤال، وهذه الأم لما غادي تدخل في تجربة جديدة مع شريك جديد بطبيعة الحال عندها وليدات، هذه الوليدات كانوا كيتعيشوا مع واحد الاب اللي هو ديالهم، ما حنا ما عرفناش الطبيعه ديالهم مختلفه، لان المجتمع ديالنا مليء بالحالات وبالامثله، وغادي تدخل الى حياه جديده. الانتقال ديال الوليدات من وضعيه ديال واحد الاب الى وضعيه واحد زوج الام، هذه كتعقد الحياه. شنو خص دير الام في هذه الحاله؟ كتتواصل صراحة بصدق بوضوح مع الوليدات ديالها، كتجلس معاهم، كتناقش معاهم، كتحاور معاهم، وليداتي غادي ندخل في هذه التجربه، شنو رايكم، شنو ندير، شنو ما نديرش الى اخره. بحال الا كتعتبرهم بحال الا كبار، وكاين وجود حالات ديال الابناء كبار، مزيان النقاش معاهم، لان الا تواصلت معاهم واحد الجزء كبير ديال المشاكل كتنقص. جوج، كتواصل الجيد مع الشريك الجديد باش نفهموا الخصوصيات ديالو، نفهموا الحاجيات ديالو، ونعرفوه بالظروف ديال الوليدات، اش كيديروا، فين غادي نمشيو، شنو غادي نديروا الى اخره. دونك التواصل كينقصنا من المشاكل وكيخلينا نفتحوا صفحه جديده. ثلاثه، كنوضعوا واحد الحدود واضحه بين الابناء والزوج الجديد، اللي ديال الوليدات ديال الوليدات واللي ديال الزوج الزوج. بمعنى هنا كنوفقوا ما بين الامومه وما بين كزوجه لشريك جديد. كاين ايضا نستافد، هاد الامهات مطالبين باش يستافدوا من التجربه ديالهم اللي سابقه، اكيد غادي نلقاو واحد العناصر ذاتيه ونلقاو واحد العناصر موضوعيه اللي ساهمت في ذاك الطلاق. راه الا ما استفدتش الام من التجربه ديالها السابقه ما غاديش تكون ناجحه في التجربه الجديده.
خمسة خاصة تستفد أيضا من الأخطاء، لأن أكيد المجتمع ديالنا فيه أمثلة، خاصة تستفد من الأخطاء اللي طاحوا فيها زوجات أخرين أو أمهات طلقوا وتزوجوا المرة الثانية وعندهم أولاد. ما فيها بس تشوف المجتمع ديالنا مليء بهذه الأمثلة هذه، ما فيها بس تأخذ الرأي ديالهم، تشوف شنو كيعيشوا كيفاش كيعيشوا، شنو خص يدار، شنو اللي ما خص يدار، حيت تجربة مزيانة. وهنا ما نكتفيش غير بهذا، خصني نلجأ للمتخصصين. علاش؟ لأن الناس بعض الأحيان كيتكلموا بالعواطف ديالهم والانفعالات ديالهم اللي يقدروا يورطوا هذه المرأة في مشاكل، هذه الأم في مشاكل. شنو خصنا نمشيو عند متخصصين في المجال الأسرة، في المجال النفسي، في المجال الاجتماعي، غادي يفيدنا بكل تأكيد. أيضا عدم التركيز على الخلافات العائلية الجديدة، شنو غادي يوقع؟ لأن هذا الزوج الجديد عنده أخته اللي هي اللوسة ديالها، وعنده الأم دياله اللي هي الحمات ديالها، عنده واحد الوضع أسري معين ولا عائلي كيف هو داير فيه، وجود حالات معقدة. هنا خاصة ما تركش على هذه الخلافات هذه، لأن شنو هو الأولوية ديالها؟ هو الأسرة، هما الوليدات، هما الحياة الزوجية. ولذلك القاعدة الموالية التركيز على الأولوية الأساسية، نحافظوا على وليداتنا، نحافظوا على الحياة الأسرية الجديدة، نخلقوا فيها السعادة بشكل مناسب إلى آخره، من أجل حياة أسرية بأبناء بزوج سعيدة، حياة سعيدة. حياة سعيدة، هذا ما نتمناه للجميع، ويبقى المطلوب دائما جدا، وحسن التدبير مع الأبناء وحسن الاختيار للزوج الثاني كذلك. فباسمي وباسم الجميع أشكرك جزيلا شكرا الأستاذ عبد الحميد أدلعة، مستشار أسري وتربوي مكون في برامج التنمية الذاتية، على كل هذه المعلومات اليوم وهذه التوجيهات التي نتمنى بأن تعمل بها كل سيدة مطلقة متزوجة. فللجميع نتمنى الصحة والسلامة. شكرا جزيلا أستاذ لعاء، إلى الغد بإذن الله، نهارك مبارك. إلى اللقاء وإن شاء الله الرحمن الرحيم.